لفرط ما اشتاقوا للبحر سبح الأولاد في الوحل. على شواطئ مرج صانور في جنين خلعوا ملابسهم ثم غطسوا، ولا أحد من أصحاب السهل ينهرهم، كفى فالسهل اختفى. وصلاح الفلاح لم يأتي ليشبع عينيه باحتساء مشهد جميل بغرابته، جاء يتحسر فالزرع تبخر. شوف احنا كصاحبين اراضي لا مش شايفينه حلو نهائيا، والوضع يعني احنا صاحبين ملوك وصاحبين زراعة ونعتمد على الموسم ونشوف اراضينا تحت المياه، وصعبة جدا علينا، كثير كثير صعبة. الارض في جنين حقا عطشة تنجب خيرا مشوها، هي الحبلى بمياه منهوبة من احتلال يسرق المولود من بطن أمه. يأس الناس ورفعوا أيديهم عن الأرض راجين السماء ماء دون فائدة. يا إلهي مطر ولم تمطر. عشرات السنين مرت ولم يكن المطر فيها نهرا متقطعا ولا بنبع نزاز، كان برأي كبار السن قطرة. هذه السنة لم يكن قطرة بل بحيرة. مرج صانور بشكل عام هو مساحته بحدود 12,000 دنم، لكن المساحة اللي غرقت هذا العام هي حوالي 7,442 دنم، وكان في توصيات عادة إما بحفر آبار لتغذية المياه الجوفية أو حفر برك داخل السهل لاستيعاب هاي الأمطار أو إحداث مخرج للمياه، إلا أنه لحد الآن يعني ما تمش تنفيذ أي توصية من أي توصيات. غرق الذين لا يحبون أو لا يستطيعون صعود الجبال. البناء في السهول والوديان والسراديب سمة عربية خالصة، قرى فلسطينية ومدن لها طابع الانخفاض ليس عجيبا غرقها ما دامت تتسابق في الامتداد إلى الحفر، في حين تعربد المستوطنات في قمم الجبال. قد يعتبر الناس من هذه الفكرة ويرتدون صعودا، كيف يعتبرون وذاته المزارع الذي ماتت أغنامه غرقا بكاها ثم ألقاها في مجرى المياه القريب من مزرعته. المنخفض كان أكبر من المتوقع، فمما أدى إلى غرق كامل المزرعة عندي، لأن العبارات الموجودة غير كافية بالعدد وبالحجم، فبتستوعبش المطر اللي نزل. لغاية الآن اللي تم حصره تقريبا كنفوقات في الأغنام حوالي تقريبا 340 رأس غنم، بما ما ضمنها يعني العدد الكبير والخراف الصغيرة. عندنا بقرة واحدة، وكمان في عندنا تقريبا حوالي 35 أو 40 يعني ما عاد حوالي 40 أجر صغير عمر شهر تقريبا. أبى الأطفال إلا أن يسموا الوحل بحرا. عائلات جاءت من القرى المجاورة للاستجمام، عبروا سبيل أوقفوا سياراتهم ونزلوا لالتقاط صور تذكارية على ضفاف السهل الغارق، أكثر من السخرية. الأمر مثير للحزن. كان للناس يوما بحر أبيض متوسط يتكئ عليه الوطن. من قرية صانور في جنين، عميد شحادي، وكالة وفاة.